السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم مقابلة خاصة مع طارق من تونس، وطبعا طارق غني عن التعريف. في الحقيقة اتصل بي وحب يتكلم في موضوع يعني الفت انتباهه على الفيسبوك نتيجة تعليق لأحد الأشخاص على الفيسبوك. سي طارق عسلامة ساعة قبل كل شيء. عسلامة كريم ومرحبا بك وبالمشاهدين متاعك. شنو المشاهدين متاعي والمشاهدين متاعك والمشاهدين متاعنا الكل. فوالا. سي طارق أنت معناتها تحب تحكي على موضوع حول تعليق قريته في الفيسبوك متاع إنسان عادي، يعني باش نشوفوا احنا اللي فما تعليقات في الفيسبوك ساعات ولو حتى تصدر من إنسان عادي يمكن أن تكون جدا مهمة. تنجمش تحكي لنا شنو هو هذا التعليق باش معناتها النجم نحكيو فيه بالضبط؟ تفضل. اوكي. العملية بدأت في الفيسبوك كما قلت أنت، نلقى تعليق نتاع بنية متفكروا حتى الاسم صابرين من سوسة. البنية هذه كتبت تعليق على مسألة إسرائيل اللي هي مسألة حساسة عنا نحن في تونس، حتى أكلوا سوريا والأردن والعراق وفلسطين بيدها. معناها كي واحد باش يتكلم في القضية الفلسطينية بطريقة مخالفة باش يكونوا الأعداء أكثر من اللي تصور في بالك. إش قالت هي الطفلة هذه؟ معناها على ما نتفكر أنا في التعليق باش ما نظلمش البنية، على ما نتفكر قالت راهو معناها إسرائيل راهي رحلة متاع عقل ماهيش متاع ديانة. معناها اللي أسس الدولة الإسرائيلية هو العقل المفكر اللي هو أونتر بارانتيز يهودي، وقالت لازمنا نتعاملوا معها على أساس أنها فرصة موجودة باش نتعلموا منها. أصدقائها الكل معها اللي في الفيسبوك جاوا الكل ضدها، وفما حتى اللي فسخها، وفما حتى معناها اللي يشتمها، وفما برشا أشياء صارت. أنا الطفلة باش ما نكذبش معناها عندي معها كونتاكت مع أنها صديقة في الفيسبوك، وصارت مرة أنا مشيت السوسة قدمت دروس معينة قبل ما نهاجر، والبنية من نسلها معارضة، ما باش نحكيه على شخصها، ما باش نحكيه على نوعية التفكير هذه. كي يوصل للتونسي باش نجم ونفهم حكاية اللي هي مثلا كيما فماش عقل، رانا ماناش باش نوصلوا حتى حل. انا في المانيا مثلا كنت عدى في شارع الماني راني نلقى حانوت تركي المسلم، وفي جنبه حانوت البوذي الفيتنامي، في جنبه حانوت الفرنساوي اللي بيع في لي بارفان المسيحي، والكلهم يسلموا لبعضهم وعايشين مع بعضهم في نفس الشارع. انا بيدي كي باش نمشي نشري الحمص ولا سلاتن، تعرفوا الحمص هذاك السوري والحكايات هذيك، نشري مع عند يهودي عامل فاير هو يبدا يغزر لي على اني انا ارهابي ونغزره كمتخلف شيء عنده 3000 سنه. اما نتعامل مع بعضنا عسلامه مرحبا بيكم، وتتكون ما يسمى بالدوله المبنيه على العقل اللي هما نقول معناها التعبير العام اللي هي الدوله العلمانيه اللي هما رافضينها، اللي هي اصل التعايش هذايا مع بعضنا. تصورش عنا كريم في تونس عنا مشكلة كبيرة، عنا منظمات ولا اندرشنية اسمها منظمة الدفاع على فلسطين ولا اندرش من حكاية، وعندها رئيس وعلامات وحكايات ورويق. هذو ما سيدي رفضوا التونسي مشير بجناح باش يغني في كارتاج. انت متصور سمعت بها الحكاية باش يغني في كارتاج؟ احنا رويق بارد، وانت رئيس منظمه وعندك اعضاء ولا حزب ولا مكون وناس تبع فيك ومدرجنيه. لا، والسيد هذا فاش يحكي قال لك انا شريت تذكره باش نمشي لكارتاج باش كي حتى الدوله كي تتحدانا ونجيبهم ونشربوا جناح نبداو نزفروا ونفسدوا له في العرض. يعني الناس هذه تعيش في عالم موازي مونت باراليل. تيما وانت يا عمي ما يعجبكش انت ميشيل بوجناح ولا مواقفه صهيونيه ولا اللي ما نعرف شنو هو ميشيل بوجناح قبل كل شيء وقعد تونسي ولد بلادنا يهودي، يجي يعمل عرض وما عجبكش عرضه ما تمشيلوش، مواقفه السياسيه تخصه. عندك انت مشكله معاه في موقف سياسي مثلا ميشيل بوجناح، اطلع معاه في ديبا في الترفزه وتكلم انت وياه تحاور معاه.
مش فسد له الراجل ستان كوميديان باش يطلع على الخشب باش يعمل عرض باش يضحك الناس ولا باش يوصل نكته ولا باش يوصل معلومه، فهمت كيفاش؟ اترافير النكته نتاعو تعارضوا انت على ميولاته السياسيه. تي هتلر في وقت حكم هتلر في المانيا، وهتلر يشد في اليهود ويعلقلهم في النجمه السداسيه وهزهم المحرقه. كانوا فما دي كوميديان جويف، معناها كوميديين يهوديين يطلعوا على المسرح النازي ويقدموا عروضهم. ونحن واصلين لدرجة ايش مدخلك انتي تاوتي تاوش عمل الفريقي تلها في همك انتي توكل صغارك تتصرف عدي كياس ابني قنطرة ما نعرفشني عندك مشكلة مع فلسطين وتحارب ومشكلة وحكاية. الأقل شي يقول هو الأقل يقول اخويا صلح دارك قبل ما تتلها في جارك انتي، وهذا فوق هذا وكله هذوما ما يشيرين بعاد علينا. نحن عنا معاهم حاجة واحدة تربتنا اللي هي هذه العقيدة، هذه العقيدة متاع الإسلام ولا العقيدة متاع اللغة العربية. نحن في الأخر نطلعوا نوع متاع عبيد استعمرهم الإسلام ومتعاطفين مع عبيد أخرين ونساو ناسهم الصحاح. مش ما ندخلوش في الفوند ومش ما ندخلوش في مواضيع جانبية، أنا حبيت نقوله هي راهو كيما رحلة العقل إنسان، كيما رحلتك أنت جربت السنة جربت الشيعة جربت كذا جربت كذا، ولكن في الأخير وصلت المعلومة اللي كون العقل كيما قال أبو العلاء المعري منذ 1000 عام هو الدليل، هو الذي يفصل. برشا ناس راهم يقولون إسرائيل ما أسسهاش تيودور هيرتز، ما أسستها العلمانية اليهودية، أسسها العقل اليهودي بين ذفرين اليهودي بين ذفرين، أسسها العقل الإنساني. إسرائيل موجودة في منطقة حزام النار، كان جات موجودة في الأمريكا اللاتين ولا موجودة في أوروبا كانت العملية تكون أسهل برشا. أما هي رغم ذلك بشوف قدرة العقل انتصرت في 23 دولة محيطين بها وفرضت قوانينها، ودولة عندها باسبور. أنا إنسان نخدم في وتيل، المواطن الفلسطيني بيدو كيجيني محمود درويش بيدو كيجيني برحمه يقدم لي جواز سفر إسرائيلي، ما قدم لي جواز سفر فلسطيني. النجاح هذا كيفاش تم عبر العقل. هذا اللي نحبوا نفهموه للتوانسة، راي الاحاسيس والحكايات ما عادش تنفع. يمشي لهم للسعوديه، هو مشى لهم للكعبه الرئيس بتاع امريكا ترامب. فما واحد من المسلمين بيدو اش قال ترامب راهو جاي هز الجزيه اللي ناخذوا فيها من عهد رسول الله لتو 1400 عام جاي هزها في نهار وليله اللي نحن ندفعوا فيها. من موما راهو تيراهو موما معناها قال في قالب نكتة. وهذا كل اللي صار، وما صارش في تاريخ البشرية كونه رئيس ولا قيصر ولا امبراطور توجه لدولة معينة وجاب منها خراج ولا جزية ولا فلوس بالطريقة ذيك. راهم 400 مليار دولار كريم ودورهم على ابني عمهم، هم ابني عمهم قطر ولا ابني عم هم ولا هم يقربوا لبعضهم ولا كل دول. ولات قطر هي الوحيدة الإرهابية وتحطت في الحنديرة لأنه جابي الخراج معناها السيد اللي ياخذ في الفلوس قال لهم يا ودي تصرفوا مع بعضكم شوفوا لي حل باش ناخذ ما عندكم الفلوس ولازم نطلع زيد بمتهم. حطوا قطر في الحنديرة هذا 400 مليار دولار روح بهم، لأنه لهنا في المنطقة متاعنا هذه ولا في المنطقة اللي تعتقد في نفس المعتقد متاعنا منطقة يغيب فيها العقل. هذا أنا كل ما يهمنيش ديما نحكيهم نقول هذوما راهي بهايم تسوق في بعضها، بهايم حاشا خويا موجودة وتقدم في بعضها وتسوق في بعضها. أنا حاشي بالمنطقة متاعنا
نتاع تونس، فهمتني؟ اللي نحن لازمنا حل، اللي لازمنا نخدم المخ. نحن قاعدين نخدم في المخ في الأشياء التافهة. بالفعل طارق، هنا نحب نسألك سؤال. أنت قلت يعني اللي تونس يعني والشعب التونسي عنده مسألة حساسة هي قضية فلسطين، والحديث عن إسرائيل هي تهمة كبيرة، يعني أي إنسان يعني يدعم أو يؤيد أو حتى يسكت عن هذا الأمر يعتبر جريمة كبيرة. هذا ما يسمى بالحبل السري اللي يربطنا فلسطين، هل تشوفه ديني أم سياسي؟ العملية تاريخية كريم، العملية اختلط فيها العرق بالدين باللغة بالانتماء، اختلط فيها عدة عناصر. ولا صحيح فما نوع متاع ارتباط، وفما نوع متاع تربية ولا تعليم وجدته الدول والحكومات العربية للأجيال اللي نعاني منها توا واللي نحب نصلحها. اللي كون القضية الفلسطينية قضية مقدسة، نحن في الأخير في التحليل الأخير تربينا على الهزيمة. أنت كان من جيل 70 ولا من جيل 69 ولا 68 وماشي حتى 2000، جيل تجرع الهزيمة وتجرع الظلم وتجرع الانتقام، جيل لا يعيش. عايشين مع جيل لا يعيش، جيل حامل قضية خاسرة أو ماهيش قضيته، قضية مغلوطة. تحل التلفزة تلقى جنود إسرائيليين يضربوا في طفل فلسطيني، وتلقى طفل الحجارة، وتلقى أشعار الحجارة وروايات الحجارة وسينما الحجارة، ومن الحجارة من الرب ماناش خارجين من الحجارة. وبالتالي الإنسان اللي عنا اللي موجود في المنطقة والذي ولد في هذه المنطقة هو إنسان ناقم، هو إنسان غير صحي وإنسان مريض بقضايا لا تهمه، بالأخص بالنسبة للتونسيين والجزائريين والمغاربة. هذه قضية لا تهمكم، لأن الطبقة السياسية الفلسطينية هي من أفسد الطبقات في تاريخ البشرية، أفسد بالطبقة السياسية الفرعونية. بالعكس الفراعنة ما هو مش كانوا فاسدين، كان جاوا فاسدين ما يبنيوش الأهرامات. هذه ناس التاجر أخي، نحن توانسة أول ناس استدعينا الفلسطينيين وقت العالم كله رفضهم، وسكناهم في العمران وبنينا لهم، وتواصل الامر مع بن علي، وولات رئيس ياسر عرفات زوجة ياسر عرفات ولات عندها علاقه بزوجة رئيسنا، وباش تولي علاقات مصاهره، ويعملوا في شوبينج مع بعضهم في انجلترا وفي لندن، معناه اشياء شيء مرعب. وانت تخرج من منطقه شعبيه الله يعلم بيك بوب كيفاش يصرف عليك باش تتعلم، وتخرج مظلوم وحامل القضية الفلسطينية. يا ودي ماني القضية الفلسطينية، هذا شيء مفروغ منه، هي قضية إنسانية، كل شعب ظلم لازم يدافع عن روحه. إيش عانات هي فلسطين مقارنة بمعاناة الشعب الجزائري؟ 132 سنة استعمار، قدمت مليون شهيد بعد 45، وقصفت المداشر والقرى. اش عانيت اسرائيل اسمها فلسطين؟ ما عانيت شيء، بالعكس الشعر متاع محمود درويش يدرس في المدارس الاسرائيليه، شعر درويش نفسه. هذه المعلومات، هذه انت عندك. انا شنو اللي نحب نقوله في الاخر باش ما ندخلوش في اتوريا ترافير، اللي نحب نقوله ما دام الشعب هذا ما خدمش مخه فيما يفيد، وراه مش باش يخرج بحتى حل. هاكم نحيتوا ديكتاتور، هاكم عملتوا ثورة، وش عملتوا؟ جبتونا الاخوانجية، باه نحينا الاخوانجية، باش نعرف جا بعد الاخوانجية فيرسيون دوزيام متاع الديكتاتورية سوا ديزون قولوا هكا. في الاخر خليتوا الناس تضرب في حيط وترجع لحيط. علاش ما تعملوش حل يا وليدي؟ علاش ما تعملوش حل؟ علاش ما تفكروش بالعقل؟ لكن طارق السؤال اللي يطرح، هل الشعب لازم يخدم مخه، وإلا أصحاب القرار وأصحاب السلطة في تونس هما اللي لازمهم يخدموا مخافهم؟ شكون اللي لازم يخدم مخه؟ سؤال جيد وجميل جدا، وديما يتطرح عليا وطرحته أنا على نفسي.
قبل في عهد صدام حسين وعهد بن علي وعهد معمر القذافي، انا كتبت روايه وقلت فيها راي ديكتاتوريات لا تسقط من السماء ولا تاتينا مع هدايا العيد، ديكتاتوريات نحن نحطهم على رواحنا. هذا في عهد ديكتاتوريات، وتوا نحن كومكوا في عهد ديمقراطيه وعندنا صناديق اقتراع واشياء من هذا القبيل. فماذا اخترنا لانفسنا؟ اخترنا لانفسنا اساسا فاسدين. فلذا الشعب نفسه يتحمل المسؤوليه. فهمني كريم؟ معناه الشعب نفسه يقع ليه اللوم. انا مش مطالب الشعب باش يخرج في مظاهره ولا باش يكسر مؤسسات، بالعكس بالعكس تماما، انا مطالب الشعب باش يلتزم باشياء بسيطه وعاديه ومنطقيه، يرفض باش يعطي الرشوه، يرفض كون الكياسي اللي قدام داره مكسر، يعمل شكوى عن طريق قانون. رانا عندنا القانون وعندنا دستور كريم قديم من عهد الاتراك ومن عهد الدوله الحسينيه والدوله المراديه. انا نطالب الشعب هذا باش ياخذ حقه في المنهج نتاع القانون. معناها ما نجيش انا ننتخب رئيس ومن بعد نقعد نندب، كيما نجي نختار مراه تقول لي امي ما تاخذهاش ولا خالتي ولا ندرشنيه ونشد انا صحيح باش ناخذها، ومن بعد كي تطلع لي مرتي هذيك خايبه امي تقول لي ماني قتلك. هذه هو اللي نعيشوا فيها راه. انا باش نبسطها بالتونسي، انا انت اخترت انت تحمل مسؤوليتك، وشعبنا اوكي مقارنه بالشعوب العربيه يتحمل المسؤوليه لانه شعب قارب، لانه شعب مشى للمدارس من عهد الستينات. حتى النجار ولا الحماس اللي في حومتك ولا العطار عنده فكرة على القراءة والكتاب يتلام، معناها حتى باش نحكيه بمفهوم ديني وشرعي مكلف يتسمى. لكن طارق بابا، يعني هل انت تشوف اللي رجال السياسة في تونس اللي معناتها سوى الأحزاب اللي موجودة وكل شيء معناتها الشعب تقول لي هو لازم يختار، لكن هو ما عندوش بديل. يعني من فين نمشي؟ سوى من اليمين، سوى من اليسار، سوى من الاسلاميين، كلهم فاسدين. شكون باش ينتخب؟ باش ينتخب الريح؟ هي هو الفساد. سامحني تعرف انا ديما وهذه معناتها ملاحظه شخصيه، يعني معناتها بعد ما يسمى الثوره التونسيه ديما تنحكي مع الناس اللي باش تمشي تنتخب سواء الانتخابات الرئاسيه او البرلمانيه او غيرها، ديما عنده فكره واحده يقول لك انا باش ننتخب الاقل ضرر. يعني الكل ضرر لكن هو ينتخب الاقل ضرر. ولا لغه الهزيمه هذه هي راي الهزيمه كي حكيت عليها. انا ما حكيتش عليها في علاقه بركه بفلسطين، انا حكيت عليها في علاقه بعقليه كامله. هو شنو عنا مثلا تونسي يقول لك شد مشومك لا يجيك معشوم، هذا هو اللي نقولوه نحن في تونس. بقل ضرر شنية بقل ضرر؟ في ضرينا نحن قدام الشعوب كريم. انا الدولة اللي نعيش فيها هنا المانيا عاشت زوز حروب عالمية، تعرف معناها حرب عالمية معناها شر الانسانية تموت، وفشلت فيها زوز حروب هزمت فيها المانيا. هزمت ألمانيا القديمة وهزمت ألمانيا الهتلرية النازية ودمرت بالمدافع والقنابل. ورغم ذلك أخي عاود جاء زعيم آخر باش تبنى ألمانيا، لا ما جاش زعيم آخر، جاء الشعب في حد ذاته وجات المرأة الألمانية وعاودت قلعت جدارات وبنات. علاش هي المرأة الألمانية؟ باش ندخل في موضوع كي تجيب واحد من شمال أفريقيا وباش تتزوج بيه دخلوا رغما عن أنف الحكومة لأن هي الدولة المرأة الألمانية. معناها الشعب هذا الألماني فقد تقريبا 80%، وصل هتلر حارب ما يسمونهم الروس قديما جرابيع القمامة. شنية يخرجوا أطفال ألمان عمارهم 16 سنة من قمامة يحاربوا في الجيش الروسي الأحمر، ورغم هذاك بناء الشعب الألماني دولته مرة أخرى. نحن ما عشناش حروب،
عشنا استعمار، وبالعكس به كي شكل استعمار فرنساوي بنى لك شويه معامل ومدارس ودخل لك نساء للمدرسه. انا اول مراه وليت طبيبه في العالم العربي الاسلامي منذ عهد هارون الرشيد في تونس. فكرش انا اسمع حبيبه حاجه كيف هكايا، خذيت الباك سيدي عام 38 ولات اول طبيبه تونسيه، قرات في المدارس نتاع الاستعمار الفرنساوي. ما عشتش حروب، هذا في الاخر انت ما عشت حروب وما عندكش جيران معناها شرسين يحبوا يستعمروك، وعندك طقس جميل وعندك نسبه اكثر من 80% معناها طاقه شغيله ديجان معناها شباب. لماذا انت متخلف؟ اين يكمن الداء؟ هذا هو السؤال طارق، لماذا؟ لماذا؟ اين يكمن الداء؟ اين يكمن الداء؟ يكمن الداء في العقيده. واقولها ولست نادم، يكمن الداء في عقيده صحراويه شرسه وتشعبت عبر الزمن واصبحت صعبه. وعقيدة ترفض المرأة، ترفض الطفل، ترفض الحيوان، عقيدة قاتلة، عقيدة صحراوية جافة. شنو رأيك مثلا في ردة فعل الشعب التونسي، احنا نمشيو توا نرجع شوية هكا لتونس، في مسألة التصريح نتاع السبسي حول المساواة في الإرث وحق المرأة التونسية الزواج بغير المسلم؟ فما تيارين في تونس، والتيارين هما متطرفين. فما تيار إسلامي وتخرج لك مرأة وتقول لك أنت تحب تمدي راجل، لا نحب نقسم مع أخواتي نعطيهم هما الأكثر، خاطرني أنا باش نقعد في الدار وراجل باش يخدم عليا، زاد لازم يورث أكثر. والحكاية هذه هذا تيار متطرف. التيار المتطرف الآخر اللي مشينا الأخرى اليسار، ولا في تونس ما عادش عقلاني، ولا عقلية انتقامية، فاهم؟ يقول لك لا ونقسم، ولات امور نتاع مبارزه بالسيف، فهمت؟ من ينتصر؟ هل نحن سوف ننتصر او انتم؟ وتقسم الشعب. علاش قلت لك انا قبيله نرجع لمسألة العقيده؟ العقيده عاود رجعها الغنوشي بطريقه رديئه، بطريقه مجحفه، بطريقه كما قال كارل ماركس، التاريخ يعيد نفسه في شكل المهزله والمأساه. هذا هو اللي صار لنا. معناها ولا التونسي يتناقش اسكو باش ياخذ اربع نساء، ولا يتناقش في النقاب والحجاب، وسمحني في الكلمه قح بارد معناها، فهمت؟ خلينا المسائل المهمه. انا حسب رايي بالنسبه للي قالوا السبسي، معناها كي باش تغزر له انت كمتفرج من برا، معقول المراه تونس كيما الراجل وما حتناش مصر باش تقيمنا، ولا الازهر، لانه الازهر نحن بنيناه لهم، نحن اللي خرج من جامع الزيتونه من الدوله الفاطميه مشينا عملنا لهم الازهر بالتاريخ لو اكثر لا اقل، فهمتني؟ ولا الازهر باش يقيمنا، ولا واجدي غنيم يحاكم فينا، ولا اسم اخرى وحكايات، فهمت؟ اللي قالوا السبسي معقول جدا، مع المراه تورث كيما الراجل وما فيهاش نقاش الحكايه ذي. انا نشوف نساء الصباح تمشي تخدم في المعامل وتمشي في الشرقيه، وما نحكيش على الشمال الغربي، ولا نساء القيروان، ولا نساء جربه، كلهن عاملات جميلات مضحيات وامهات، من حقهن باش يرثنا كيما الراجل كيما المراه. بعد المجتمع يدخل في 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 خصوصيات اخرى، خصوصيات اخرى معناها بطريقه معينه. المجتمع نتاعنا التونسي عنده خصوصياته، مثلا انا الراهب التي هي احسن، لما تكون الاخت غنيه مثلا راجلها ثري وامها توفات وخوها بطال ما عندوش خدمه، مش بالضروره باش توصل تورث كيف، معناها تعمل معها بالتي هي احسن، تعطيه كل شيء بما انها هي لا تحتاج، معناها تتم الامور بالتي هي احسن. انا حكيت في فيديو مثال، فما عائله في رابس
مات الأب والأم، ورثوا الأخوات مع بعضهم 9 أخوات، ورثوا منطقة جميلة جدا على الشاطئ، معناها منطقة غالية برشا 2000 متر نقولوا ولا حاجة على الشاطئ رادس. كيتعاركوا بعضهم جابوا محامي، والمحامي قسم والمحكمة حكمت، وكل واحد أخذ باي. شكون الباي أكثر واحد يأخذ باي؟ المحامي في حد ذاته، هو اللي أخذ البارتي اللي على البحر، أخذ 50% والوراثة صحاح اللي هم من الدم واللحم ورثوا 50%. معناها هذي اللي قاعدين نعملوا فيه مع بعضنا. في الأخر نحن شو نعملوا؟ نعملوا قانون في صورة ما صارت مشكلة أن نلتجئ للقانون، في صورة ما قسموا الأخوة. أنا مثلا مع أخواتي الموضوع هذا ما يتحطش أصلا من النقاش، أنا نعيش البرة، أخويا الأخر يعيش البرة، لك أخويا اللي يعيش في تونس هو اللي يأخذ كل شيء، مع أنه هو المسؤول على الوالدة. فهمتني؟ معناها العملية هكا تم. نتصور لا ما لازمناش ندخلوا في 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 خزعبلات نتاع باش يتاجر فيها السياسي، سواء كان الغنوشي ولا السبسي. راهو هذا هو اللي حبيت نقوله في الاخر، هذا راهو رايي في الموضوع. معناها فهمت؟ اي طبعا هي كي تكون بالتراضي هذيك حتى حد ما ينجم يتدخل فيها، اما احنا لازم يكون فما قانون واضح يلجا اليه الانسان عندما ما يكونش فما تراضي. والقانون المنطقي والانساني والعقلي والمعمول به في العالم اجمع ان المراه تاخذ كيما الراجل، ولكن ما فيش في الوقت في تونس لازم ننتبهوا لحاجه، نقطه معينه جدا مهمه وانا كتبت عليها ارتيكل، هي عندما نعطي والمراه نفس الارث مع الراجل ونساويوها بالراجل، لازمنا نساويوها في النفقه وفي المصاريف نتاع الزواج والمصاريف نتاع البيت والمصاريف نتاع الاولاد وكل شيء. اما كريم انت تعرف الواقع التونسي، معناها لهنا دخلت شويه في المثاليه، انت تعرف الواقع التونسي، المرأة التونسية ما تخدمش كما الراجل التونسي، ما تدخلش كما المدخول. هي التوى لحد الآن المرأة الألمانية ما تدخلش نفس المدخول اللي دخله الراجل الألماني في نفس الشغل. معناها لهنا مربوطة بحسابات، حسابات. علاش أخوي ما مشيوش بالشهرية؟ نحن ما نعمل قانون مربوط بالشهرية. أنا عندي 4 وراثة، مات بوهم خلى لهم دار ولا خلى لهم حانوت، نجي لكل وراث قداش يدخل وقداش يدفع ضرائب للدولة، ونقسم انت لا اقل من المعطى هذاك. انت داخل 300,000 نعطيك 2 بيوت، خوك يدخل 100 وحدة نعطيه 3 بيوت. فهمتي ايش نقصد؟ صعيب هذا، صعيب يعني، يولي ما تنجمش. خاطر تو مثلا القانون في فرنسا او في الدول الاوروبيه هو المراه تاخذ كيما الراجل، خاطر احنا نتعاملوا مع البشر، شي يهمك فيش عنده ولا ما عندوش، هذا يا ورثة في تونس. ما أنا عادة نتعامله بش عنده وش ما عندوش، في تونس لازمنا نتعامل، ما نجموش ما نجموش. أنا رأيي في الموضوع في صورة ما وصل قضية المحكمة، هذا إذا ما تمش اقتسام بالتراضي، في صورة ما وصل قضية المحكمة نعيته للورثة الكل، حتى ما نجمش نعطي الإنسان شبعان فوق الشبع نتاعو صحفه كرسي، والانسان الجيعان ما نعطيهش شربه ماء ما يجيش. زاد القانون لازم فيه روح انسانيه زاد، لكن ما يجيش زاد واحد قاعد نهار كل في الدار ويشرب في معناتها يشرب في القهوه ما يحبش يخدم وما كون حتى شيء، وواحد خدم على روحه وكون على روحه وعنده معناتها مورد. فهمت؟ مش على خاطر هو خدم على روحه تجي تحرمه من ورثه ابوه. ما يحدي لهنا تولي كريم حالات، هي المحكمة ما لازمها تخدم شوية. إذا المحكمة التونسية نتاع ما تخدمش، ممكن بشد حالة عندي بشد رسعة حالة نتاع ورث، بشد حالة نتاع ورث. فما خو سيدي بطال مالي تخلقه ربي بطال ومشكلة، هاو دخل الحبس أو خرج الحبس، وخو الآخر خدام لبس عليه وعمل معمل وعمل مشروع، والزوز ورثوا سواليزون ما عند الوالد مشروع يدخل الفلوس. لهنا انا ندرس الحاله، دون كيل سونس ندرس الحاله، معناها نحن معناها الحالات لازمها تدرس. نجيو للبطال هذاك تتفرض عليه مثلا باش ياخذ قسم معين
في صورة ما حسنوا القسم ذاك ولا اشتغل من أجله نكملوا الباقي ولا نتصرفوا، معناه ديما فما حلول. فهمت؟ ما نجموش نجيو زادا كما قلت أنت، الإنسان عامل مشروع وإنسان سافر وعمل علاقات وكبر مشروعه وخوه اللي قاعد في الحومة بطال ونقسموا معاهم بالشر، ما يجيش زادا. هذا هو زود ذكورة، ما نحكيش على أنثى وذكر. فهمت؟ معناها أنا حسب رأيي ما عادش لازمها تمشي بالأنثى وذكر عملية الوراثة، لازمها تمشي بشكون يخدم شكون ما يخدمش، شكون معطياته تطلب شكون معطياته ما تطلبش. أنا هذا حسب رأيي. هذا رأيي كما معناتها قانونيا، قانونيا مستحيل يوقع هذا، على خاطر الورثة تعتبر مجال خارج عن إطار المجهود نتاعك الشخصي. يعني هي كيما نقولوا احنا حاجة انقسموا، حتى في القانون فما العقار والمقول كريم. اي نعم انقسموا، اي انقسموا، معناها مش فرق باش تورث دار وفرق باش تورث مشروع. عرف بالنسبة يعني. بالنسبة للمشروع معناها حاجة تدخل في الفلوس تولي حسابات أخرى. بالنسبة باش تورث عقار ولا باش تورث كرهبة ولا باش تورث علوش ولا اللي هو باش تورث فلوس ولا باش تورث فلوس، لازم يقع تقسيم لهنا. معناها انا شني اللي حد شيء ما يخدم في البلاد، خدموا رب المحكمه هذا. يا سيدي القاضي انت باش تحكم، المحامي ولا اللي هو ولا النيابه العموميه تجيب لك المستندات والوسائل وتدرس انت وتقيم. اخي علاش نقراو نحن في السيسيان في المشاكل الحسابيه وفلاح مات وعنده سبعة هكتارات وسوف يقسم كله باش حتى القاضي ما ياخذهاش بالساهل. القاضي يا اخي باش ينظر هو القانون جاف بالطريقه هذيك ومن بعد يقسم، نو لازم يشتغل على العمليه. في امريكا واصلين جايبين معناه حتى الناس اللي تسكن في المنطقه هذيك في حكم معين، اسكو السيد هذاك يحكم عليه بالاعدام ولا معناه فما اللي جوري يتسماه. فهمت؟ يعني استدعاوهم. فهمت؟ اوكي. المهم هذه معناتها مساله، اما معناتها انت بصفه عامه يعني ماكش ضد فكره انها معناتها نعاملوا التونسيه كي التونسي، يعني ما فماش مراه ورجل. ليه ما فماش؟ فما انسان فقط. فما الانسان فقط. فقط. ادي المساله الجنسيه تدخل كان على الفرش. المراه والرجل باش يختلفوا مع بعضهم، باش يختلفوا مع بعضهم في حكايه السكس. انا سكس ماسكولان دي سكس فيمينا باش نعيش وكل هذا هذيك ابار، هذا ما فما حتى اختلاف. يعني فما كما تقول نظريه الجنس او نظريه النوع انها ليس هناك امراه ورجل وانما هناك ذكر وانثى. فوالا، هناك ذكر وانثى موجودين في حالات معينه كحاله اتصال جنسي ولا حاله حب ولا حاله حكايه. فهمت؟ وحتى هذيك فيها نظر، هذيك فيها نظر ساعات مع فوالا، حتى هذيك فيها نظر. الراجل يبدا مؤنث والمرأة تبدا مذكر. فوالا موجود بالضبط بالضبط. العملية فين؟ تي نحن بنسان وماناش واصل، ونحن هكا وماناش واصلين، نخلي نكملوا نعيقوا شطر المجتمع كما قال دار حد. نحن نخلطوا نسانا ونخلطوا على ليشنا ونخلطوا أشجارنا وفماش ما نخلطوا. بالفعل نحتاج للقوى الكل. نحن مشكلتنا كريم عقلية عنصرية نبع من العقيدة، ما نحبش نتورط أنا في المشكلة هذه، أما نبع من عقيدة. القوي يحتقر الضعيف، والأبيض يحتقر الأسود، والرجل يحتقر المرأة، والكبير يحتقر الطفل، وبالتالي لن ينجح على المجتمع. والسياسي يحتقر الإنسان اللي جاي انتخبوا جيل تمس منه مثلا في باتين ده ولا في رخصة ولا في اللي هو. فهمت؟ لازم الناس كل تعيش كيف كيف. فماش إنسان مجرم بالطبيعة يتولد، الظروف تردك مجرم اللي خلقها فيك المجتمع. ريت الطفلة المغربية اللي هبط لها الفيديو متاعك انتي، البنية المغربية، بنية صغيرة وعاشت في الشارع. شفت هذيك، شفت توجع القلب، شفت الزين نتاعها، شفت الزين والزين زين بربر حقيقي، وكل العينين الخضر والبنيه وكيفاش تتكلم وثقافه ثقافه الشارع. خلوها في القماطه ملوحه قدام شنو بلاصه، كيفاش كبرت كيفاش عاشت.
اقسم بالله قطعتها كيفاش جبت لها شكون رقد معاها ومن بعد طردتها. هاي 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 حبوا يخ... يا ولدي قعدت مريض انا حتى انا صدمت الحقيقه صدمت. وعندنا منهم اللي كاذوكم من سجنان يا كريم يجيبوا فيهم من سجنان ويجيبوا فيهم من عين دراهم ويجيبوا فيهم من الشمال الغربي الفقير يخدموا فيهم في الديار ويستغلوا فيهم وساعات يبيعوهم بيز دي تاشي كلاوي وكبده وقلب. معناها باش تفهم الانسان هذا قديش عنده قدره على الشر. البارح طلع في المترو وفما كاتب في المترو عنا لهنا يعمل لك هكا الشاشة ويعطيك الأخبار اش صاير وساعات يعمل لك قولات. كاتب ألماني كابتيت عنده كلمة هكا قال الشيطان مخلوق متفائل جدا. علاش؟ ماشي في باله باش يرد الإنسان أشرار الناس أشرار هما أشرار بطبيعتهم هكا معنى ترجمة كي ترجمها ونحن بالدارجة. الشيطان كائن متفائل جدا يعتقد هذا المسكين أنه سيحول الناس إلى أشرار مع أنهم أشرار بطبع. ما نجمش يحولهم أشرار أكثر من اللي هم. إيه معناتها في الحقيقة يعني الإنسان ساعات يعمل حاجات الشيطان ما يفكرش فيها. الشيطان ما يفكرش فيها، الشيطان كائن ضعيف معناتها ما عندوش القدرة نتاع الإنسان. طارق بعد حكينا حول فلسطين والقضية الفلسطينية وإسرائيل هذيك وحكينا على قضية الإرث نمشي لنقطة أخرى وبعد فما عندي زوز نقاط نحب نحكي فيهم. النقطة الأولى هي مسألة زواج التونسية بغير المسلم يعني بالأجنبي. كثير تبعنا على الإنترنت فما اللي يخذاها من جانب كما نقولوا احنا ديني يعني كيفاش تسمح الوحدة مسلمة تعرس إنسان غير مسلم وفما اللي خذاها من جانب كيفاش نعطيه إنسان للأجانب. يعني أنا حكيت في الفيسبوك حتى مع أشخاص يعني متحررين نوعا ما يعني ما قبلوهاش الحكاية ما قبلوهاش يقول لك شبي أنا إنسانة باش ياخذها الطلياني وياخذها الفرنساوي وياخذها وإحنا من الشرجال. اوه نحن رجال على الاخر واضح علينا حتى البورنو نتاعنا كي نعملوه بالخايب. يا ولدي شيء ندب في الوجه ما نحبش تورط. انا خلينا نحكي لك فازا ظريف. انا نعرف عائله تونسيه لهنا البنايه خذت طفل الماني تونسي خذت ولايه الماني فرضت عليه باش يولي مسلم في عهد بن علي نحكي لك. وقابلت السيد ونعرفه شخصيا والبنية كلمتني وقالت لي راهو دارنا وما دارنا. قلت له اوكي تو نعم. قالت لي راهو مستعد باش يعتنق الاسلام باش يتزوج بها فهمت. قعدت نحكي انا وياه ولد شتافا ندلول هكا محلاه نحكي انا وياه وياه. قلت لك ماكش مطلب بشيء باش تقول اشهد ولا لا محمد رسول الله وسايب ودز خوه تحت الشربه مش حكايه كبيره فهمت. نحافظ له فيها يا ولدي جمعه وماشي مع القنصليه دخلنا القنصل. هي الحكاية هو الموضوع درامي اما خلنا نعملوا منه ضحكة باش نوصلوا معلومة للعباد. نحافظ فيه ودخل مع القنصلية قلت وراي اسمه أشهد ولا الله محمد رسول الله. ودخلنا للقنصلية لهنا في ميونيخ سبقته هو مشي حكى لهم بالألمانية تكلموا مع جماعة قالوا شنو قالوا مرام باش ناخذ فلانة الفلتانية تونسية نسيت سويتو ما سألوا شيء. راهو الطفل اللي غادي في القنصلية بدا يقيد وكها وش اسمك شو اسمك شو بعد هو شو ظهروا الألماني ما مصبوبين صبا هما قالوا راني مسلم أنا لبيت في الآخر ما سلعت من عليه واحد هي مرعى بيك شمي نعملك قالوا لي مسلم يحب نقول لك فازة مدرى شنية قالوا طفل قالوا يا الله 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 معاذ الله الله معاذ الله 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 شنو قالوا انساها طفل جملة رجع كافر على روحه عرفت. وأقسم بالله صار قدام عيني هاو تو شتافا نقابله ساعات نلقاه صايم في رمضان هو يحب هالمرأة ومن أجلها اعتنق الدين هذاك نلقاه صايم معنا ساعات
تربس بيه اشتبش نوح ويالك لا تروح تروح نعمل كبد نعمل كبد بيرة في رمضان عادي على الاخر فهم. هو اخذها من اجل الحب هذاك. شنو حبيت نعمل انا؟ ايش حبيت نقول اترافير الحكايه هذه يعني من خلال القصه هذه؟ حبيت نقول سيبوا الناس. شنو هذا المسلمه التونسيه لا تتزوج بغير المسلم؟ وعلاش المسلم؟ مش بيني انا مسلم خديت المانيه وخويا ماخذ الفرنساويه وعليه ما بدك انا مشكله عقيد. هي العمليه هذيك عملها الرسول في بدايات الدعوه نتاعو باش يقعد الاسلام وينتشر، لانه المراه لما تتزوج بالكافر اطفاله باش يطلعوا كافرين، اما لما تتزوج الكافره بالمسلم اطفاله، لانه الرجل في نظره هو المسيطر وبالتالي اطفاله هم يطلعوا مسلمين وبالتالي كون امه. هي خوف على الأمة الإسلامية. ما توا الأمة الإسلامية فيها 1,700,000,000 بيم، إيش باش تزيد من بيم يا عمي؟ البيم اللي عندنا ياسر بزيدونا بيم أخرين. خلي نلقحوا شوية مع الشنوة ومع البوذيين ومع الهم، وخلي نجيبوا حكاية جديدة. بزيدنا الجرابة أو فلسطين تقاوم مقاومة من أطفال ويولدون ومحمود درويش ويموتون ثم يولدون ثم أخرى. شي يولدون؟ أعطي نعطيك بقنبلة ذرية نرحيك جملة أنت ويولدون بتاعك. يتكاثروا كجرابة يا عمي ويورثوا في البهامة من جيل الجيل، ويورثوا في الهزيمة من جيل الجيل. أنا بنتي لهنا نهزها المعبد بوذي ونهزها الكنيسة المسيحية ونهزها المسجد الإسلامي، خلي تشوف البهامة على حقيقتها، ومن بعد ترجع لي بابي تقول لي اختاني خليني عايش على روحي. هذا هو في الأخير. فما معناتها غير قضية فلسطين وإسرائيل، فما قضية الآن توا الدور في تونس، دائما نحن نحكيه على الأوضاع في تونس بصفة عامة. اللي عاملين عليها معناتها ضجة توا في تونس، ما كل مرة يخرجونا بموضة وينساوا الهموم اللي عايشين فيها هما. صحيح صحيح. مسألة البرمة. أوه طلعوا لي الحب في لحمي بالبرمة هذيا. يا ودي البرمة نكلم خويا وقول ورانا داعش، رانا قتلنا السوريين وسنيين ورانا نفلقوا فيها على بعضها وخوارج ومرتزقة. اي طائفه قتلت في سوريا، اي طائفه قتلت باسم الاسلام بالاخص الطوائف الاسلاميه، نقول ما ليش عملوا في البورما؟ وين حكايه البورما؟ انا عندي 7 سنين نعرفها يا سيدي البورما. او باش نرجع لموضوع صابرين الطفله دي السحليه اللي حكيت لك عليها، هذه مهم برشا. كتبت زاد واحده صغيره هكا ستاتيو صغير على البورما. يا سيدي البورما فيها 7 مساجد اسلاميه من اجمل المساجد، والناس تمشي لها والناس تصلي فيها. ايش تصير العمليه لهنا؟ يقع عمليه تحريض معين، مع انه السيخ ولا شو اسمهم الهندوس اللي موجودين غاديك البوذيين والبوذيين الحرجوهم يمشيوا يعملوا عمليه يشدوا جيرانهم يقتلوهم اليوم عايشين معاهم. راه فهمت اخي التسليم نسرين ما كتبته العار، الروايه نتاع العار كاتبه كيفاش المسلمين مره يقتلوا البوذيين والبوذيين مره يقتلوا المسلمين. شكون هذا؟ تسليم نسرين كاتبه باكستانيه. تسليم نسرين اي كاتبه باكستانيه، الروايه اسمها العار دي شاندي، موجوده عندنا لهنا ونشحت بها بالكدا. كيفاش تم عمليه القتل؟ تم بتحريض من الحكومات، اما المسلم يقتل بطبيعته. هذا الاختلاف أو الاختلاف على البورما. نحن أنا كمسلم كنت عايش في تونس في باب الخضر، تك ناخذ تذكرة سوريا نمشي نقتل الشيعة والنصيرية. البوذي ما يعملهاش، البوذي أنت بحذاه هناك يحرش الحاكم نتاعو يعطيك يعطيك الحد. ورغم ذلك أنت عندك مساجدك وعندك طقوسك وعندك جوك وما يدورش بيك بالسبعة وبالمئة سنة ما يدورش بيك. فهمت؟ هما راهم يلعبوا على يلعبوا على الورقه الخساره. لكن طارق توا حسب معناتها الاخبار وحتى معناتها المنتشره ان كثير من الاشخاص بعد خاصه محاصره دين الزور ومحاصره داعش في العراق انه فتحوا لهم ممر باش يمشيوا كلهم نحو البورما.
يعني أعداد كبيرة من اللي كانوا يحاربوا في سوريا ولبنان توا موجودين في أقصى آسيا في منطقة البورما ومناطق أخرى من شرق آسيا. كريم، هذه العملية كريم، الحرب لا يجب أن تنتهي. حرب نزمش تشوف، حرب فلوس، حرب اقتصاد، والناس هذية معنا الأمريكان ولا مانيش نحكي بعقلية المؤامرة، أنا بنحكي بالناس تجار متاع سلاح وتجار متاع الأشياء هذية. قصتوا العملية وقضينا على داعش في سوريا وندرسني وخذت وقتها 4 أو 5 سنين أمورها واضحة. لازمنا نلقاو منطقة، المنطقة وباش ديما باش يلقاو منطقة هما تو باش يزوم القاعدي باش ترجع أمور فلوس وأمور سلاح وأمور القتل وأمور الجو باش يرجع الشو والإعلام والدنيا. ما لازمناش تركح البشرية راهو سي تنسي، معناها أمور نتاع حسابات، فهمتني؟ أمور نتاع أنا كيما نخلقش حرب في منطقة معينة عندي سلاح قديم لازمني نبيعو وعندي ناس حاضرة للقتل وعندي عقيدة وعندي جو. نحن لهنا موجودين معناها هذه جماعة العقيدة الإسلامية وبقرة كما قال اسمه ترامب وعندها فلوس، فهمت كيفاش؟ نذبحوا البقرة وناخذوا لها فلوسها، والفلوس لازم ديما نخلق، ديما نخلق مشروع. انت توا لو بشبه لك مثلا بالدومين متاعك، انت انا كيف باش نركح في الويندوز 7 ما عملت شيء، لازمني ويندوز 8 لازمني لين وصلنا ل10 توا. هذه هي راهي العمليه، راهي فلوس لازم تدور وحكايات، وكل واحد عنده مصلحه في بلاصه وبشوفها من فوق صعيبه. اما المعنى باللي باش ياخذوا رسوم ودو اللي كونوا الناس هذه لازمها تخلق منطقه نتاع تشنج نتاع صراع، والمعطيات حاضرة، عندك مسلمين حاضر المواطن، عندك عقيدة مبنية على الحرب حاضر المواطن. أخي بعد الحرب العالمية الثانية شنو الحروب اللي صارت؟ أعطيني أنت حرب صارت ما فيهاش الإسلام في روسيا. الحرب العالمية الثانية كل الحروب تقريبا إسلامية، كل حروب إسلامية، واللي هو دين عمره 1400 عام أنا قديم أنا، فهمت؟ كل الحروب بعد الحرب العالمية الثانية اللي خاضتها البشرية وتعلمت منها وقررت أن تتوقف عن الحروب. لكن تجار السلاح والسياسيين مخلطة ببعضها، فهمت؟ يجب أن يجدوا مورد رزق، خاصة منطقة المسلمين في البورما هي منطقة فيها البترول، منطقة كما عم وحاجة أخرى أنها معناتها هي بوابة الصين. طبعا عندك انفتاح توا باش تدخل في الصين وفي اسيا وشرق اسيا والدنيا ودول التنين غادي، معناها امور كبيره، راهي فلوس كبيره، راهي فلوس كبيره تباي دي منطقه التنين غاديك والبحر الاصفر والحكيد غادي فلوس بزاف يا عمي، فلوس بالضبط معناها. وعندك معتقد عندك اسلام موجود، مع الاسلام لن تنتهي الحروب، لن تنتهي، لن تنتهي. يعني حتى معناتها على الانترنت معناتها يدعو للناس باش يمشيوا لغاديكا باش يعاونوا اخوتهم المسلمين، وخاصه المسلمين لقاو حسب الجيش انه لقاو معناتها ياسر اسلحه موجوده، فهمت؟ ولكن لا يمنع ان هناك معناتها كما نقولوا احنا اضطهاد نوعا ما. طبعا طبعا فما اضطهاد وفما قتل. انا قلت لهم راو البشرية وصلت لمرحلة معينة باش تتخلص من الأديان، طونك فما دين معين سواء حتى تعبد في فيل راك باش تعتبر الآخرين كافرين وسوف تقتلهم يوما ما. نحن وصلنا لمرحلة معينة تاع عقل، كفوا توقفوا عن هذه الخرافات وتعايشوا. الكوكب سوف لن يحتملكم أكثر، في يوم ما باش تنقرضوا، راهو قاعدين نجريوا على انقراض. معناها شنية مازلنا كي انتهينا من الحرب مع سوريا باش المجاهدين نتاع سوريا تهزموا البورما باش تحل. تسمع التوانسة، تسمع التوانسة يمشيوا يقاتلوا في البورما. اي بالطبيعة هما الأوائل، طبعا هما الفاتحون الأوائل.
تصور واحد تونسي شاد بورمي يقول له ينفخ شلبوق، انا قريتها في سوريا، ينفخ شلبوق، قال له نعم، قال له ينفخ لك شلبوق، باش يعطيه شلبوق وباش يعطيه الرصاص، معناه شيء غير عادي، معناه فهمت، لانه ماخذين الحكايه بالحق بطريقه غريبه، معناه تعتقاد اعمى فيهم حتى واحد يفكر. بالفعل نرجع لتونس قبل ما نختم، على خاطر توا تقريبا عملنا اكثر من ساعه. اي شنو رايك في الانتخابات البلديه والتحوير الوزاري اللي وقع؟ مقاطعتها الناس، انا كي روحت المره الاخرى وصلوا يجيبوا حتى طاوله في البلديه وفي البوسطه ويقولوا لك اجي انتخب، انا قال لي اجي انتخب، قلت له ماذا بيا، ما راني معيش برا، لازم انتخب عن طريق القنصليه، فهمت؟ الناس فقدت الثقة وخسارة. تعرفش علاش خسارة كريم؟ معناها الحاجة الوحيدة اللي خرجتها الثورة حضارية هي كونك تمشي صندوق اقتراع. التونسي قبل كان يتفرض عليه الاقتراع ما يمشيش، وبعد الثورة مشى انتخب شوية ونهزم على مرحلتين، نهزم مرحلة الغنوشي ومرحلة الباجي، وبالتالي فقد الثقة مش في الانتخابات، فقد الثقة في عملية المتحضرة هذيك، صافي مالو كور، فهمت؟ عملية كو يقال أنا باش نعطيه صوتي حتى للشيطان عادي، المهم هو اختياري الحر. فقد الثقة في حريته في الأخر، معناها في التلخيص الأخراني، ما عادش يحبوا ينتخبوا التوانسة. وزيد عليهم الحق، مش كنت تنتخب، ما فهمش كنت تنتخب، ما لا ما عادش عندك وجه واضح توا، ها توا ما عادش عندك وجه واضح باش تنتخب. شنو باش يعمل؟ ما عادش انا صدقني ما نعرفهمش، يعني ما تشوفش اللي تونس توا معناتها ماشيه في طريق مسدود، مسدود ما نجموش نقولوا، معناها كي باش نظروا باش نغزروا لها بالعقل، وكيفاش حال العقل هو مسدود. أما التوانسة ديما عندي يلقاو نعرف ثغرة معينة تصرفوا، تروح راك باش تروح أنت بعد 7 10 سنين، تروح باش تلقى تونس كالعادة، وباش تشري صحن كافتاجي وعادي، وباش تلقى باب سعدون، وباش تركب في تاكسي، وباش تحايل عليك مولا التاكسي، وباش تعمل كعبة بيبرة في بار، وباش تحايل عليك السيرفور، نفس الشيء باش تلقاه 13 سنة نروحي سنويا لا يتغير شيء، ديما نفس الشيء، ديما نفس الشيء. تتوحش ناسك، تتوحش الحيوت اللي انت تربيت فيها وانت صغير، تتوحش الحومه باش تغزرها بطريقه اخرى، اما هي راهو نفس الشيء. فريمون يعني الوضع في تونس شيء كما نقولوا احنا يحزن، فهمت؟ ولكن كما قلت انت معناتها التوانسه ديما يلقاو حل، ما نعرفش المره هذه شنو هو الحل، خاطر كل شيء جربوه اخوان، كل شيء جربوا شيء، راهو ما جربوا شيء. بالنسبه للشعوب اللي جربت، فما شعوب بنتي تعرف شعوب امريكا اللاتينيه جربت ما جربت، وحتى الشعوب الاوروبيه جربت ما جربت، ما عملوش تجربه حقيقيه اللي تهز من عروق. علاش انا ديما كي نحكي على الدين، الهزه هي راهي مغادي، ولا انت كي تحكي رب حد واحد ما دير رب حتى واحد، كي تعملها شعار نجم نفهمها، كي نتخلص ونفهموا اللي نحن بشي جي راهي، فما اجيال جايه، فما صغيرات انا نحكي معاهم، سكروا لي كونت انا اليوم باش نحكي عرفت. وعندي برشا اصدقاء وبرشا حكايات، مش مشكل، معناها انا ديما ما نفقدش الامل الى ان اموت، طبعا ميدان الموت ما فقدتش الامل، لا في روحي لا في شعبي لا في ناسي لا في امي ماشيه باش تحج، قتلتها بالضحك، قلت ما لقي ما تعمل في حياتك، باش تس حجرات وباش تضرب، قال لي 7 حجرات ضربتين وهرب، حجرتين يكفي وباش 7، تحكي فيها الحاجه مصريه عادتها لي في التليفون، حاجه مصريه قالت لي قد ما سمعت نكت في مصر ما ضحكتنيش قد النكته، قالت لي يومك راهي تحكي لي عليك وتقول كيفاش انت، قلت لها
حجيرتين يزي في البركة لازم سبع حجيرتين وانت مرأة كبيرة وتعد على روحك وفيت الحكاية فهمت. ما هو بيش ناخذوا العملية بضحكة لازم نلقى حل فهمت فهمت كريم لازم نلقى حل. شكرا طارق على عايش كريم شكرا. وحبيت يعني قبل ما نختم كنت أعطينا فكرة على الكتب نتاعك. انا فرحان طبعا انا قريت كان كتاب واحد الروايه اللي بعثتها لي بي دي اف فقط. اي انا شيطان والوطن. انا والشيطان والوطن. انا والشيطان والوطن. اما سمعت اللي انت ما انت خرجت كتب اخرين بعدها. خرجت قبل انا والشيطان والوطن الحقد هذيك وقتها كنت ايامات الجامعه هو كتيب صغير اسمه الحقد. حبيت نحكي فيه على تجربه نتاع انسان مع الاديان ومع العائله والاشياء هذيه. وهبط انا والشيطان والوطن توا وتفهمت مع دار زينب للنشر باش نهبط كتاب هو مش روايه اللي انا والعالم كله ولا سريع. انا حبيت نختار مجموعه قصصيه معناها تقريبا هما 27 قصه قصيره فما قصه تستغرق اربع صفحات فما قصه صفحه فما قصه اطول شويه مثلا 8 صفحات. لكن القصة اللي تقراها كما أنت تقرأ اليومية أما تبعث فيك فلاش تخليك تفكر فهمت؟ والاقتراح متاع العنوان جاني مع صديقة تونسية في إسبانيا جميلة جدا هي وزوجها نحبهم برشا عائلة جميلة كاتبة زي هي قالت لي عز عنوان سماه حكايات لا تهمك. قالت لي التونسي يقولوا ما يهمكش راهو ديريكت يجيك يحب يولي يهمه فهمت؟ حكاية اسمها حكايات لا تهمك جميل جدا جميل الاسم. وعملت لي حتى ديزاين عنا توانسة وطفلة صغيرة راهو نحكيك عليها حتى هي ام الثلاث اطفال ولا اطفال ونوجه لها تحية اسمها سخيري معناها صديقة جميلة جدا وعملت لي حتى تصويرة جديدة نتاع انا والشيطان الوطن هي ديزاين نتاعها هي وهي كاتبة زادة فهمت. حكايات لا تهمك هي كما واحد مصور سائح في بلاد كل مره يخطف فلاش وساعات تشدوا مشهد اكبر شويه يخطف الكاميرا حكايه وحكايات تونسيه فهمت حكايات عشتهم لهنا وغادي باش نوصلوا رؤيه معلومه تقبلها. هذا اخر كتاب كتبته هذا اخر كتاب يعني مازال ما صدرش يصدر في الشهر الموالي شهر اكتوبر تفهمت مع دار زينب يصدر في شهر اكتوبر شهر. اوكي شكرا يعني ثلاثة كتب الحقد وانا والشيطان والوطن وحكايات لا تهمك هي مجموعة قصصية نشوفك اللي معناتها رجعت لك الشاهية للكتابة ويعني رجعت لي وفهم المشروع الجديد توا اللي نخدم عليه توا هذيا بين ذا فرين معناها بصفة عاجلة برقية الرواية قاعد نخدم عليها هي اسمها رحلة توأمين كيفاش من دار زوز توامة واحد تربيوا عن نفس البو ونفس الأم وتوامة من نفس الكرش واحد يولي داعش وواحد يولي يساري ممتاز. وخذيتهم من قبل بن علي معناها تولدوا في عهد بن علي وتربيوا في مدارس بن علي حتى لين واحد فيهم مشى لسوريا والآخر مشى لإيطاليا والزوز راهم عندهم نفس المعطى زوز يحب أمهم وزوز يحب حجوها علاش يصير فينا نحن هكا توانسة وهذيك هي عملية البحث في الرواية أنا فكرة الرواية هاي ممتازة فكرة جدا طيارة خاصة أنها تمس الواقع التونسي يعني هي صحيح معناتها رواية ولكن نتصور موجودة في الواقع يعني. موجودة في الواقع أنا شفت أشخاص معناها تقابلوا مع بعضهم في سوريا والتحومت وقلوا واحد من داعش والآخر من جبهة النصرة ولا شنية شبيك هز عليه سلاح شبيك هز عليه سلاح قالوا درا شنو هزوا زوز روحهم وروحوا سكرت معاهم في البار في تونس ولا نحكيك بدون مبالغة ما كلا كلمتهم لحتى جاوا لطاولتي وقعدنا وتجبد الموضوع ودرا شنية قال لي أنا وهذا رو جبدنا سلاح على بعضنا ولا تحومة أنا كنت في داعش وهو كان في النصر قال لي هزينا بعضنا وروحنا يعني أعمل أشياء بالفعل. شكرا سي طارق عايش كريم وشكرا على الفرصة باش واحد يفرغ قلبه ما هو معاك يفرغ قلبه يحكي كما هو اي لا احكي كما انت احنا هنا غير باش نفرغ قلوبنا ما حكيتنا يعني معلومات جدا مهمة وفي الحقيقة معناتها كما تقول شي راز مع طارق نشبعوا ضحك فهمت اما يسمى بالضحك الضحك على الوضع نتاعنا والضحك من الواقع يعني فهمت
شكرا ومع وشكرا طارق، ونتمنى يعني ما تغيبش علينا ياسر، ومره مره معناتها نعملوا معاك قاعده معناتها كل حب وكل سرور. فهمت، كل حب وكل سرور كريم. شنو الكلمه الاخيره اللي تقولها للشعب التونسي؟ الكلمه الاخيره اللي نقولها للشعب التونسي باش توجع شويه، ما خنقولها ميساج شعب، انت ما قديم ما تخدم مخك، خدم مخك في حكايه باش تمشي بينا القدام، فما نخدموش مخخنا في حكايه فارغه. ريتو مثلا السيرفر اليوم خدم عليك مخه، ولا العطار، ولا انت خدمت مخك على تاكسيست، ولا اللي هو راهو سامانيو البار، نخدموا مخخنا باش نعيشوا مع بعضنا ونقبلوا بعضنا ونعملوا من بلادنا احسن بلاد، لان بالحق قادرين على شيء هذاك. وتوانسه ريتهم بارتو دو لو موند، ريتهم في المانيا، ريتهم في ايطاليا، ريتهم في فرنسا، ناس ذكيين وديما يلقاو الحل وديما يلقاو النقبه وين يدخلوا ويتصرف. خليه هما يوليو ياخذوا اللجوء عنا، علاش ليشين نحنا عندهم؟ خلي يوصلونا للمرحله هذيك، كي يجي الماني ندبروا له خدمه ونعملوا له سوسيال، معناها فهمت، خلنا نوصلوا للمرحله هذه. علاش ليه ممكن راهو؟ صدقني انا مره جينا هولندي نعطيه السوسيال نورمال ونعيشوه عادي. على نقرا في جريده بعد الحرب العالميه الثانيه، قال لك السواحل التونسيه يعني عليها هجوم كبير من حارقين من ايطاليا لتونس. بحق راهو، خاطر هاربين من الحرب وكانوا يحرقوا من ايطاليا لتونس، فهمت؟ اي وي 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 وي. علاش ليه من ناحية مش الحدود جملة واحدة وترجع أوروبا وشمال إفريقيا نفس الشيء؟ مش خاص يا رب، نمشيوا لبعضنا ونجيوا وتولي حياة وكل واحد، واللي يحب يخدم يمشي لأوروبا، واللي يحب يرتاح ولا سهلوا على الأوروبي وعلى الشمال الإفريقي، اللي يحب يخدم يدبر شوية فلوس شمال إفريقيا يمشي لأوروبا، الأوروبي اللي تعب شوية من الخدمة يجي يعمل عنا وبسياحة فاكونس، معناها فهمت، وتوالي الامور سهله، ونعملوا دوله خلافه بالمفهوم الاوروبي معناها. علاش لا؟ شكرا سي طارق، عايش كريم، عايش قادمه، بالسلامه بالسلامه.